GFX Academy. نيجي بعد كده لعملية تكرار المجسم ده عشان نعمله زي ما احنا قلنا في هيئة طوابق عشان نعمل اللوكيشن بتاعنا. طبعا كل الكلام ده كده كل الكلام ده بيمثل المجسم ده بالفكتور بتاعه كمان. طيب عشان نعمل تنظيم للشغل بتاعنا تعالوا يعني نلم كل حاجة من دول في لاير بحيث يعني عايزين ان احنا في هنا مشكلة طب هل في جوه نفس المشكلة؟ مفيش جوه نفس المشكلة. طيب نيجي للاوتر ده ونزق بس السكيل بتاعه لبره شوية تمام ونطمن ان مفيش مشاكل. ماشي نضيف كل حاجة زي ما قلنا للاير بحيث لو حبينا نخفيها نعمل لها سولو نعملها لوحدها تبقى مفيش فيها اي مشاكل. دي هنسميها اللي هي السيجز او اليونتس. وانا عايز اعمل ريندر بس دي في لا في حاجات باينه وفي حاجات مش مظبوطه ما بانتش الا هنا. طيب هنيجي للانر ناخد السكيل نيجي للاوتر نزود السكيل نلف حواليها كده نشوف هل في حاجه ولا ما فيش برضه عشان نبقى اتاكدنا لاخر مره. هي رخمه اصلا ومتعبه بس كده ما اعتقدش ان في اي مشاكل خالص في الموضوع. حتى لو عملنا ريندر هنلاقي الدنيا مظبوطه ومفيش فيها اي مشاكل. طيب تعالوا نحط السيجز او الوحدات دي في لاير رايت كليك واقول له اد تو نيو لاير رايت كليك تاني واقول له لاير براوزر تمام واخلي اللون بتاع السيجز دي تمام وليكن نخليه لون بينك ونسمي اللاير دي نسميها يونتس. طبعا لو انا عملت لاير براوزر ممكن اخد اللاير براوزر ده على فكرة احطه هنا كده يعني بحيث انه يبقى قدامي وعادش كل شوية ادور عليه. هروح ل كده خلاص السيجز اروح ل دول ورايت كليك المرة دي مش اد تو نيو لاير لا اد تو نيو لاير برضو والمرة دي هخلي اللاير دي اسمها بامس تمام وناخد اللون بتاعها خليه غامق شوية. بعد كده اللاير دي او الافكتور ده هاخده في رايت كليك اد تو نيو لاير وهسمي اللاير دي افكتورز على اعتبار ان لو حبيت اضيف ليها اي افكتور تمام واخفيهم كلهم او اظهرهم كلهم ما يبقاش فيه اي مشاكل. بعد كده تعالوا ده كله بقى الت جي عشان نحط جوه نال اوبجكت ونسميه راوند ونعمل له دوبليكيت ده هنسميه ميدل نعمل له دوبليكيت وده هنسميه توب. هاجي للفرونت فيو وده هسميه
بوتوم واخد الميدل وارفعه كنترول زد. هو هنا ادي شيفت شيفت 20 ارفعه مثلا قيمة يعني 1310 مفيش مشكلة. التاني هيبقى اعتقد انه هيبقى 1000. نمسك الاول وبعدين المفروض 1310 يبقى 2620 بالشكل ده كده. عشان كده يعني بفضل ان انا امسك زرار الشيفت تمام بالمنظر ده اهو بالشكل ده كده. بقى عندي هول اقدر ان انا اتحرك فيه زي ما انا عايز. ماشي بالمنظر ده هو كده. بقى ملعب بالشكل. طبعا اقدر من الزاوية دي تمام ان انا اخد كاميرا بالمنظر ده. وفي بقى حاجة ان انا عايز الموضوع ده انا كنت عملته في او الحركة دي كنت انا عملتها في البرومو بتاع ظل الجزيرة من انتاج شركة عين العربية الاستاذ احمد الفقير. ان انا في الفوكال لينكس بتاع الكاميرا قللته خليته بتاع تقريبا كنت انا عامله 22 تمام. لو جينا نبص 22 ده يدي لك مساحة تقدر تتحرك كأنك يعني لو الحاجة ضيقة قوي كده انت عملت زوم اوت للكاميرا او قفلت العدسة بتاعت الكاميرا بقت ضيقة قوي فادتك زوم كبير قوي تقدر انت تتحرك فيه زي ما انت عايز بالشكل ده كده. طبعا الكاميرا هنا مش في السنتر تمام. ف انا هسيبها على الوضع اللي هي عليه دلوقتي. طبعا كالتجربة تمام ممكن اخليها تمام. شوف 28 هتلاقي نفسك طلعت بره بسرعة. لكن لو انت قللت تمام بالشكل ده والابرشر قل هو كمان بالمنظر ده كده تحاول تعمل بس زي توازن بين الاتنين بالشكل. طيب بعد كده تعالوا بقى نتكلم على نشيل بقى الكاميرا دلوقتي تمام. وتعالوا نتكلم على مين على الستيج او المكان اللي احنا هنحط عليه السماعات بتاعتنا تمام. او قبل المكان تعالوا نعمل العمدان اللي هتبقى مع اللوكيشن ده. طيب العمدان دي هنروح للفرونت تمام. وكل اللي احنا هنرسمه هنرسم لاين. هنرسم لاين من اول هنا وشيفت لحد هنا بالشكل ده. متهيألي هو متهيألي مظبوط متهيألي مظبوط مفيش فيه مشاكل. نشوف بس هو في الطب فين. ماشي في مكان كويس. والسبلاين ده نروح برضو نجيب ريكتانجل. بس الريكتانجل ده هنقلله قوي نخليه مثلا بتاع 13 في 13 وناخد سويب نيربس وناخد ريكتانجل وناخد السبلاين نعكس عشان يبقى
بالمنظر ده كده. ادي السويب، ننقل السويب، كنترول زد. انا عايز اعرف هو فين اساسا، والانكور بوينت او السنتر بوينت بتاعته فين. هي دي مشكلة السينما. ناخد او طب لو جربنا دي مش هتيجي، سنتر اكسس مش هتيجي، لازم نحوله اديتابل علشان سنتر اكسس دي تيجي. يبقى مفيش حل غير ان احنا ننقله بايدينا بالمنظر ده. بالشكل ده كده. ايا كان هو مكانها، مكانها مش مهم بالدرجة، خلاص المهم تكون على الاوبجكت نفسه. طيب كل انا عايز اعمله بقى ان انا عايز اظبط الحجم بتاع الباشا ده، نخليه 25، نخليه 25 يعني يبقى حاجة بالمنظر ده. راوندينج نخليه 5 3 حاجة كده مثلا. الادابتيف بزيرو علشان يبقى سموز وناعم بالشكل ده. هنيجي بعد كده وناخد السويب ده، تمام، نزقه هنا كده. متهيألي اللاين في نقطة مش مظبوطة، متهيألي اللاين في نقطة مش مظبوطة. طيب نشيل السويب مؤقتا، فعلا في نقطة مش مظبوطة في اللاين. ادي اول فيرتكس، وادي اخر فيرتكس، فعلا في نقطة مش مظبوطة النقطة دي. الاكس بتاعها 200 او 2449، ودي فعلا. طيب هنروح ناخد دي، ناخد البوزيشن كنترول سي، ونروح لدي ونحط بوزيشن كنترول في، ابلاي كده، النقطه تتظبط وكده يبقى الريكتانجل بتاعنا او السويب نيربس بتاعنا مظبوط. هو بس كل الموضوع ان احنا هناخده نطلعه فوق حبتين، كده مثلا بالمنظر ده. كل اللي هنعمله بقى ده هنسميه كولوم. الكولوم ده هنعمله كلون على السفير بتاعة الاوتر. طيب هناخد مجراف كلونر ونسمي كولومز، ونعمل انا عايز مين، انا عايز مش هنفرق بقى على طوب ولا، خليها على الميدل احسن. خلاص نيجي على الاوتر مظبوط، واجي على الكولوم ده واقول له اوبجكت، واخد البيج
بتاعة الاوتر بتاعة الميدل بالشكل ده كده. المفترض كنت خدت بتاعة اللور، لا خلينا على الميدل صح، هو الميدل صح تمام. خلينا على خدت الاوتر بتاعت البوتوم عشان يتكرر على البوتوم اللي تحت، مفيش مشاكل احنا لسه فيها. عامة ناخد البيك دي كده مظبوط تمام ومفيش اي مشاكل. طيب كده احنا عملنا العمدان بتاعتنا مظبوط، بس مش دي تمام، مش دي اللي انا ببص لها او عايزها. تعالوا نجرب كده. تمام تعالوا ناخدها خطوة لقدام او نعمل حاجة احسن. تعالوا نلغي الكلونرز ده، الكلونر مؤقتا. تمام واحط العمود او الكولومن ده مجراف كلونر، حط ده جوه ده ونحط العمود ده جوه ده كده، ونخلي ده جريد اري. لكن كل انا عايز اعمله انا على واي، مش عايز حاجة خالص، عايز واحد و اتنين اتنين بس كده، ده اللي انا عايزه. هقلل المساحات اللي بينهم واخليها 110 مثلا، ودي 110 انا عايزه بال تمام بالمنظر ده كده. تمام لو انا نشطت الكلونر ده بقى هلاقيهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا بس عايز اروح اتأكد ان كانوا مظبوطين ولا لا. تمام لو رحنا للكلونر، عايزين بقى نزق ده لجوه شويه كده. ممكن نروح على الكلونر الاصلي ونروح على موجراف ونروح على بلين افكتور ونيجي على الباشا ده ونخليه زيرو تمام، ونخليه يزق على الاكس بالشكل ده كده. طبعا الطب ما مش لازمني الطب على فكرة، لانه مش هيهمني في اي حاجة، بس ممكن ندخله لجوه شوية كده تمام بالمنظر ده كده. طيب البلين افكتور ده هنسميه كولومز بوزيشن، ورايت كليك اد تو افكتورز، والباشا ده رايت كليك اد تو يونتس على اعتبار ان هو مع اليونتس. طيب كده تمام وكويس قوي. تمام في المحاضرة اللي جاية او في الجزء اللي جاي هنعمل الحاجات دي بس بين العمدان دي. اشوفكوا في الجزء اللي جاي.